السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى علينا نضيف العناصر في ال HTML، وهذا أيضا سهل جدا. هنا فقط في ال User Profile HTML كل اللي نحتاجه نصعد للأعلى، تمام. لاحظ هنا ال P، طبعا ال P ممكن هنا نكتب ال Paragraph Biograph عن حياتك، أي شيء كان، بس لكن احنا بكون انه لم نضع شيء عن حياته الشخص، نقدر نكتب هنا Data dot name، نعمل مجموعة P tagات، name، phone، job، address، city، I think هذا كافي كلش. هذا غلقة. إيميل تحتاج؟ إيميل أصلا موجود مذكورة فوق. إذا هاي 3 6، تمام؟ ليش 5؟ لأنه age لم يتم ذكرها. age، تمام؟ فهنا مثلا قبلها نكتب name نقطتين بهذه الصيغة، phone نقطتين، job نقطتين. هاي الأشياء الـ HTML CSS أنا شرحت عنها سابقا، في عندي دورة عن الـ HTML CSS و JavaScript ممكن دراستها، لأن احنا أكثر شيء نهتم به الآن هي الـ Angular 6 كيف نعمل فيها مشاريع. نجي على الطرف الثاني، نلاحظ أنه هنا أنا المعلومات تم إضافتها، جميل. خلنا نذهب لمهاراتي. أوكي، لا توجد مهارات لأن عمر لم يقم بإضافة مهارات، انتبه. لكن في المهارات تظهر كل المهارات. لما أعمل details بيظهر محمد عيسى وشو الأشياء اللي عنده. لما أذهب الحساب الشخصي معلومات، أوكي، راح يظهر لي كل المعلومات الخاصة بعمر بنفس اللحظة. لما أعمل edit يطلع لي المعلومات اللي موجودة عنده. هذا الحالة يكون عندنا البروفايل تم إنهائها. هنا نقول لكم مع السلامة، نلتقي وياكم درس القادم.